تفضل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ أمير؟ يا أهلا ومرحبا. ما أدري إيش أقول لك صراحة، بس إني حاب أتشيع الشيع. بكل أمانة. إي نعم، يا هلا بيك، يا أهلا وسهلا. على راسي والله. طيب، يعني اكتشفت أن عائشة امرأة منافقة. إي رب الكعبة، كل أمانة وكل ضمير. يعني المهم، ما صار تلخبطت المشاعر، بس اكتشفت كل حاجة. شنو أكثر أشياء صدمتك؟ يعني زي عائشة، زي مثلا حديث صحيح، يعني أنا متأكد 100% أنه صحيح. تدخل مثلا على عثمان الخميس على طول كذا بكل برود، لا هذا حديث على طول يكذب كذا، يعني لا يصح. حاجة واضحة وصريحة. لا يصح، لا يصح. أيوه على طول يقول لا يصح، غلط هذا الحديث على طول، يعني ولا يناقش ولا أكثر من عالم، أكثر من تقول له هذا على طول. منهم إمام المسجد اللي المسجد اللي عندنا، أنا أتكلم. إيش أكثر حديث صدمك عن عائشة؟ دقيقة، السلقلقية. سلقلقية. اي نعم. طيب، يعني وصلت لدرجة اني مصدق بهذا الحديث 200%. ها، انت مصدق به؟ ايوه خلاص، يعني وصلت لدرجة، يعني مثلا امام المسجد اللي عندي اسأله عن الاشياء هذه، يقول لي هذه اشياء زمان وما تصح، وما يعني ما يصلح انك تدخل في اشياء زمان. طيب انا حديثي ديني اخذته من زمان، كيف ما ادخل في سوالف زمان؟ يعني لخبطه، ما عندهم. انت اي حديث تتحدث عنه؟ اي حديث؟ حديث السلقلقية. لما نتكلم مع علي بن ابي طالب قال لها انه ما يبغضني الا السلقلقية. قالت وش السلقلقية؟ قال يعني اللي تحيط من دبره. طيب، والأحاديث هذه نزلها بعائشة، يعني كلها خلاص أنا أشوفها واضحة وصريحة، يعني ما يحتاج إني أجادل فيها. اللي هي أن رجلا نزل بعائشة. نزل بعائشة، نزل بعائشة. المهم كلها يا شيخ أمير، يعني الوضع عندها صراحة صعب. ومن الأشياء اللي يعني أنا تفاجأت فيها لما قلت زي زواج المتعة. طيب أنا فعلا لو أنا لحقت على عهد الرسول، هل أرضاها أو ما أرضاها؟ إذا قلت لا خلاص أنا كذبت النبي كذا. وهذه من الأشياء اللي كنت زمان، يعني خلاص الشيعة عندهم متعة، الشيعة ما يصلح، يعني كذا حاجات سطحية ما يناقشون في نفس الموضوع، لا كذا حاجات سطحية، هذول ما يصلحون، هذول عندهم، هذول عندهم. يعني والآن اكتشفت أنت المتعة عندك. إي والله، وصايرة متعتهم طافر وبالرداء والدنيا محتاجة. كيف يا شيخ أمير؟ أقول لك صايرة المتعة بالرداء بالقماش. هذا الكلام. أي. يعني لو أنا مثلا، يعني أنا ذا الحين سني، تسألني تقول لو أنت لحقت على عهد النبي هل ترضى زواج المتعة؟ إذا قلت لا يعني أنا أكذب النبي كذا. إي ترد السنة. أيوة. وبعدين اتاكد اصلا اللي منع المتعه انه عمر، يعني زي ما كان يقول لنا زمان ان الشيعه يقولون ان علي نبي، صار عند السنه يعني اللي يتمعن ويتحقق صار النبي عمر. عمر. اي نعم صحيح. وضحت. صحيح صار النبي عمر. اي فعلا. اي والله، وانا يعني اصلا انا خلاص متيقن، بس عندي بعض الاسئله كذا. عندك كم سؤال؟ لا يعني خلاص انا بتشيع، بس عندي استفسار، يعني الفرق بين الزيديه وال 12ية. اي بس هذا اللي عندي. انت يعني من السعوديه صح؟ يعني... اي نعم.
يا اهلا بك، يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. واتمنى الرقمي ما يظهر يعني. لا 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 لا. طيب الفرق بين الزيدية والاثنى عشرية سهل. الاثنى عشرية هم الذين آمنوا باثنى عشر خليفة بعد النبي. النبي أوصى في كتب الشيعة باثنى عشر خليفة بأسمائهم. إذا سامع بكتب السنة يكون من بعدي اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. اي نعم. اي هو احنا فلذلك النبي اوصى باثنى عشر خليفة، احنا نعتقد بهؤلاء الاثنى عشر. الزيدية فرقة منحرفة انحرفت واتبعت زيد بن علي واعتبروه اماما، والامامة الى الان تقريبا موجودة عندهم على ما اعتقد، او الاسماعيلية ذولك. المهم ايضا صار بيهم فرق، هم بعضهم يحب ابو بكر وعمر، بعضهم ما يحبون ابو بكر وعمر. ايوه لا انا اشوف الزيدية يعني حتى الكلام الواضح الصريح في عمر بن الخطاب ما يعني زي ما تقول يتجنبون. اي نعم لا هم اغلبية يصرح. نعم نعم هم اشبه بالبترية. من هم البترية؟ البترية هم الذين جمعوا بين علي وفاطمة والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، ولقبوا عندنا بالروايات البترية. هؤلاء ملعونون لأنهم بتروا أمر أهل البيت، وبتر أمر أهل البيت ما هو؟ أنهم فصلوا، جمعوا بين الولاية والبراءة، جمعوا وجعلوا الاثنين مع بعض. يعني مو مثلنا جمعوا بالاعتقاد نحن نعتقد بالولاية والبراءة، لا هم جمعوا الولاية والبراءة كاعتقاد أن الاثنين، عفوا مو البراءة، جمعوا حب أعداء أهل البيت اللي احنا المفروض نبرأ منهم، وجمعوا الولاية. فقالوا أن أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة مؤمنين وخلفاء وصالحين، وأن علي وفاطمة والحسن والحسين أيضا مؤمنين وصالحين، فلقبوا بالبترية. إحنا ما عندنا هذا الشيء، عندنا هذا الزندقة الحاد كفر. والله هذا عندي يا شيخ، لأن صار عندي نفس القناعة. أي نعم. ورب الكعبة أني مقتنع فيها نفس القناعة. التوحيد لا يثبت يعني إلا بالبراءة. التوحيد لا يثبت لدرجة يعني يوم عاشوراء أني كذا يعني من غير ما يدرون الناس أني ذبحت ذبيحة وتصدقت فيها من عندي كذا اجتهاد ما أدري، بس حاولت أسوي أي حاجة منه. الحمد لله، هنيئا لك، يا أهلا ومرحبا، شرفنا بك كل الشرف. يا أهلا على مرحبا. رأسي والله. يا أهلا وسهلا، منذ متى تتابعني؟ وأشكرك وأقسم بالله العظيم أنك أكبر سبب لتشيعي أنه أنت يا أمير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أهلا ومرحبا، إن الشرف ان الشرف. يا اهلا ومرحبا. ان الشرف. اذا جاهز ان شاء الله تعالى لتركب سفينه النجاه باذن الله. باذن الله لاركب سفينه النجاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الها واحدا احدا صمدا. إلها واحدا أحدا صمد. منزه عن العبث والفساد. منزه عن العبث والفساد. والفساد. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. خالق كل شيء وليس كمثله شيء. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. سيد المرسلين. سيد المرسلين. وخاتم النبيين. وخاتم النبيين. وأفضل العالمين. وأفضل العالمين. معصوم من قبل رب العالمين. معصوم من قبل رب العالمين. عن كل رجس وشيء. عن كل رجس وشيء. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. وخير خلق الله بعد محمد. وخير خلق الله بعد محمد. وأحق خلق الله.
وأحق خلق الله بمقام محمد بعده بمقام محمد بعده أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله وأبناؤها المعصومين حجج الله أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وعائشة وحفصة وهند وأم الحسن لا وأم الحكم وأم الحكم والحكم لعنة الله عليهم لعنة الله عليه الحمد لله رفع الله مقامك هنيئا لك آمين وياك يا شيخ لك رفع الله مقامك يا أهلا ومرحبا الصلاة وكذا يعني في جنات الخلد مع محمد وآل محمد إن شاء الله مع الطيبين بإذن الله بس حاب يتواصلون معي يا شيخ عشان الصلاة وال... أي صار الآن راح أرسل رقمك إلى الحاج أبو أحمد هذا رقمك في واتساب ايوه انا ارسل لك واتساب بس انه يطلع لي صح واحد بس اي مو الواتساب عندنا متوقف الان حاضت علي عائشة اسم الله عليك والله يا شيخ اني اتابع الـ يعني ايش اسمها المناظرات أي. اقسم بالله العظيم يعني اصلا انا وانا اتابع اني استحي اني سني يعني ناس ما ادري المعصوم عندكم المعصوم عندكم يعني ما عندي رد أنا سني ذا الحين أسأله زي ما قلت لك الشيخ اللي عندي في المسجد هنا أنا أسأله أنا كسني مرة ما أعرف يجاوب آخر شيء يقول لي خلاص أنت لا تدخل في التاريخ خلاص وصل وما عليك اللي صار والزمان ما طيب اللي صار زمان أنا ذا الحين أصلي زيه عايشة تعلمني ذا الحين وضو تعلمني كيف أصلي تعلمني إذا أجنبت كيف أتروش لازم أعرف زمان بس ما في أي جواب للأسف زين أنت ما اقتنعت بالمعصوم عندكم يعني كانت قوية هذا رد علمي أوه صراحة هذا رد أنا ما أدري كيف أقول صراحة يعني يعني ما أدري كيف أقول بس الله يرحم حسن إشحاتة بس يعني أتذكر مصر أتذكر حسن إشحاتة زي هذا المعصوم عندكم يعني يتكسب من وراهم فقط لا غير ولا يتبعوا والله أيه. الذي نفسي بيده أيه. إنه ما يتبعوا إلا جاه نعم هو يتكسب هو لو ما أنا ترى ما ينعرف تدري لا يعني أنت يا شيخ أنت جبت النظام خلاص تبغى نتكلم في حل الصحابي ولا نتكلم في حل المعصوم أي نعم. هنا مرة يتلخبطون أي واحد أنا أقول له هذا الكلام والله العظيم يتلخبطون وأغلبهم أغلبهم السنة والله العظيم ما يعرفون أي كتاب شيء بس يرددون وراء خلق الله يرددون شرفني بكل شرف شرفنا بكل الشرف يا أهل شرفنا بكل الشرف يا أهلا ومرحبا على راسي الله يجزاك خير وأتمنى يتواصلون معي إن شاء الله راح يتواصلون معك إن شاء الله تعالى يا أهلا بك ربي يحفظك ويجزاك عنا كل خير في رعاية الله في أمان الله